تتوقع له من اللقاء؟ عارفين القوة ديال نظرة الكل من الكرة الثابتة والشيء هما اللي عندنا واشتغلنا عليها وكنعملوا للأسف نفس السيناريو ديال المباريات اللي حطينا بهم الأهداف بطريقة نفسها نفس الأخطاء ونفس التركيز. المشكل ديال كنعانيو بالنسبة للفريق المغربي التطواني البداية كنعطيو شوط أول اللي هو سيء دائما تقريبا هذه المباريات الأربعة الأخيرة، ولكن في الشوط الثاني كندخلو بوجه آخر مكنعرفوش واش مشكل ديال الثقة مشكل ديال غير في اللاعب دوزيام ميطاب يبينو على المؤهلات ديالهم، ولكن في هاد لا رياكسيون ضارة بالفعل تيجي تأخر شوية حتى نكونو تجمع لينا للأسف غاش تعملو باش نحضرو نزيدو باش نحضرو المستقبل أمامنا. الصوت الثاني كان مغاير الصوت الأول لما شفتو كنا تبعتو هزمنا كل البيوت ديالنا باش أننا نعوضو هاد الخسارة أمام نهضة أولمبيك خليجة اللي نلعب ديالنا، ولكن للأسف ما استطعناش ما توفقناش كرة القدم هذا هو حاجة متأسف. كنظن بكل اعتبار مع الجمهور ديالنا ومع الفريق ديالنا للأسف هذا الانتصار كنبحثو عليه باقي ما جاش باش نديرو انطلاقة. كنا الجمهور حتى هما لحقوا في الشك المسائل غنحاولو باش نستقبلو عليها على المستوى الديني نحاولو ما أمكن نخرجو